وعلى مستوى في كرة القدم، نقرا الفريق طبعا. شوف الفريق مش على المستوى الطويل ممكن يديك نتيجة دلوقتي، لكن على مشوار طويل. لكن معانا تليفون مهم أنا تقريبا. انا عايزه بس يعني جبت سيره يعني واحد من النجوم اللي يعني اللي كانوا طبعا اضافه في او يعني ساهموا بشكل كبير في تكوين المنتخب العراقي، معانا على التليفون الكابتن يونس محمود. اهلا بيك يا كابتن يونس. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك. ولسه بنتكلم مع واحد من اساطير التدريب في عالم كره القدم في الوطن العربي وخاصه في العراق. بنتكلم يعني الى اي مدى حققتوا هذه الانجازات يا كابتن يونس؟ طبعا وطبعا احنا بنتكلم في ظروف خاصه جدا بيمر بها الشعب العراقي الشقيق. طبعا طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وكابتن هاني. اهلا بيك بلغوني موجود. اهلا بيك كابتن حكيم شاكر. اهلا بيك يونس. الاستاذ والاخ، تحياتي لكل جمهوركم. اهلا بيك. اهلا بيك منورنا على قناه النادي الاهلي. الله يخليك، نورك على نورك. اكيد هذه قلعه من القلعات الكبيره في العالم العربي، اكيد نتشرف فيها. تفضل يا كابتن. نتكلم بالنسبه للحديث اللي يدور على بالنسبه للمنتخب وايضا كابتن حكي شاكر، اعتقد الكل يعرف ان ظروف البلد اللي مرينا فيها ظروف صعبه وظروف استثنائيه، لكن الحمد لله لدينا طاقات ولدينا اساتذه يعني قدروا ينقذون حتى لو شيء بسيط يحافظون على سمعه الكره العراقيه واسم الكره العراقيه. انا الان سمعت الكابتن حكيم يتكلم على المشروع اللي كان مخطط له. طبعا هذا المشروع انا كنت من ضمنه، يعني من ضمن خطط الكابتن حكيم شاكر. رئيسي. انا اعتزلت من ضمن المشروع الرئيسي. انا اعتزلت في 2014 بعد مباراه اليابان. نعم. كانت المباراه وبعدها الكابتن حكيم بال 2015 طلب مني بعد استلام المنتخب، طلب مني ان اعود للمنتخب لان كان عنده مشروع يعني كنت طلبت منه الضمانات. الرجال انطاني كل الضمانات اللي يعني انه تعطون لاعب كبير من يبتعد او التشطير شويه صعبه بها، لان تعرف ان الجماهير ممكن يتقبلها وما يتقبلها. نعم. اعتقد كانت مجازفه من المدرب، لكن المدرب كان عنده رؤيه والحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه، لكن بالاخير بالاخير شويه صارت بعض التخبطات من الاتحاد وصار ما نقدر نقول مؤامره، وانما صار اتفاق ابعاد الكابتن حكيم، لان كابتن حكيم كان مخطط يصعد كاس العالم وفعلا التخطيط كان في مساره، لكن الخليجي اعتقد خليجي 20 اللي صار بالسعوديه 22 22 خليجي 22 لك التواريخ مو زين بها صاير 22 اللي صار بالسعوديه. نعم. صارت هناك بعض الارباكات والثقه، كان هناك في اشكال مع رئيس الاتحاد مع الكابتن حكيم شاكر لامور شخصيه هي اثرت على المنتخب، وفعلا كان تخطيط انه نصعد كاس العالم 2018 وهذا كان مخطط له، لكن الفرصه راحت في بعض المهاترات اللي صارت وكان صار ابعاد كابتن حكيم شاكر وحتى ابعاد يعني من المنتخب. لكن اعتقد ان الكره العراقيه الحمد لله ولاده بدات تتعافى كمان كابتن يونس. بدات تتعافى كمان في التعافي. واحنا يعني انا كمان كان ليا نصيب حتى العب ضد المنتخب العراقي سنوات طويله. يعني بتقدموا كره جميله والكره العراقيه بتقدم نجوم كبيره جدا على مر التاريخ، لكن هاخد من كلامك ان كمان لغايه دلوقتي في المنطقه العربيه بشكل كبير بنفتقد اللونج تيرم بلان، ان انت تحط خطه لمده 10 سنين. نعم. وتمشي على الخطه دي مهما كان، ممكن جدا تقع في النص او يبقى في اخفاق في النص شويه، ولكن الالتزام بالخطه اكيد هيوصلك للشكل النهائي. والكابتن حكيم كان عنده يعني عنده رؤيه فنيه كبيره جدا. انت طبعا لعيب كبير خدمت المنتخب العراقي بشكل كبير، يعني تقول ايه بقى على الكره العراقيه من دلوقتي خلال 10 سنين؟ وده مهم بالنسبه لنا كمان كمصريين، احنا بنحب طبعا العراق جزء مننا. الكره العراقيه من خلال وجود الكابتن حكيم تقول رايحه لفين خلال ال 10 سنين اللي جايه؟ طبعا اعتقد الان الوضع اختلف في العراق، يمكن الكابتن حكيم يعرف هذا الموضوع. الان هناك اجراءات في استخدام مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي، هناك رؤى ثانيه، هناك اتفاق بين جميع الاطراف انه خلص بعد ماكو الامور الشخصيه، الان فقط المنتخب العراقي.
واعتقد كابتن حكيم ده يشوف الاجراءات. نعم ممكن تصير هناك فقرات غير جيده، وهناك بعض الامور الجيده يعني من ضمنها اليوم مالي كنت قاعد مع رئيس الاتحاد المصري وايضا وزير الشباب والرياضه عدنان الدرجات والاخ اياد بنيان، فاعتقد هناك رؤيه ده نشارك فيها حتى الدول العربيه. تعرفين ان يعني بعض البلدان يعني مثل مصر عندك السعوديه عندك الامارات كثير من الدول اللي موجوده موجوده عندهم الخبرات اكثر منا، ده نستفاد منهم انه يخدمونا في مشروعنا اللي نقود به الرياضه العراقيه. فانا اعتقد القادم راح يكون افضل للرياضه العراقيه، وان شاء الله يعني اكيد كابتن حكيم على الموضوع، وان شاء الله راح تشوفون غير بالنسبه للرياضه العراقيه في قادم الايام ان شاء الله. كل التوفيق. وبس عايز اعرف منك انت كمان على المستوى التدريبي وعلى المستوى الاداري، يعني انت كابتن كبير ولاعب كبير، هل تفكيرك على المستوى الاداره الفنيه ولا على مستوى الاداره نفسها، او هتخرج يعني شكلك رايح فين في المنظومه الكرويه في العراق ان شاء الله؟ صراحه انا بعيد عن التدريب لان اشوف نفسي بالاداره اكثر. بالاداره يعني انا احب العمل الاداري اكثر والتنظيمي، وكابتن حكيم يعرف انا حتى بالمنتخب ما كنت يعني عندي رؤى الحمد لله رؤى جيده وعندي خبرات استفاديت منها اكيد، وايضا عندي علاقات جيده خارجيه خارج العراق وداخل العراق اللي ممكن افيد بها الرياضيين اكثر ما اني اذهب الى التدريب، احس نفسي بالاداره. الاداره ان شاء الله ان شاء الله يعني المكتب التنفيذي الجاي راح ارشح عليه واكون ان شاء الله متواجد. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق يونس. بالتوفيق. كل التوفيق وشكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي كابتن الكبير طبعا يونس محمود. احنا